نان وليلي يلعبان، تحاول ليلي إمساك نان. حين تلمسه يصير دوره هو في محاولة الإمساك بها، لذلك يجب أن يبقى نان بعيداً عن ليلي. انتبهت ليلي للإوزة. وجدت ليلي الإوزة لطيفة جداً. أراد نان أن يخفف ألم ليلي. احتضنها بحنان كي تشعر أنها في حال أفضل. واو. لدى ليلي فكرة. لمست ليلي نان. الآن أتى دوره كي يلحق بها. لقد نجح نان في مساعدة ليلي لتشعر بحال أفضل.